مش القوس كيف بده يكون هيدا الأسبوع يلي بيبدأ التنين 25 شباط فبراير وبينتهي الأحد 3 أدار مارس. بهيدا الأسبوع في عنا انتقال من شهر إلى آخر، من شهر شباط لشهر أدار مارس. يمكن تحسوا أنه يمكن شهر شباط رح بيكون أو كان أفضل من شهر أدار مارس، فخلونا نشوف على كل كيف بده يكون هيدا الأسبوع. يلي بده يعرف تفاصيل أكثر بيقدر يتابع بكتابي الشهر كيف بده يكون، كل يوم بيومه، الكواكب اللي عم تمشي على أي مولود بتأثر، وينوي كوكب المشتري يلي بيمرق مرة كل 12 سنة ببرجكم على مين عم بيأثر، ويوميا فيكم تابعوني أيضا على اليوتيوب. التنين 25 شباط فبراير القمر موجود ببرج العقرب يلي هو البرج اللي بيسبق برجكم، هيدي فترة ضعيفة بالنسبة لألكم، فيها شوية تأخير، فيها شوية عتب أيضا، يمكن أنتوا تعتبوا على حدا أو حدا يعتب عليكم، فترة ضعيفة ما فيها نتائج مهمة فكونوا حذرين. بيوصل القمر لبرجكم الساعة 11:30 مساء توقيت بيروت، 9:30 مساء توقيت غرينتش، وبعد الظهر بتوقيت القارة الأمريكية، هون تتحسن الظروف كليا وتنقلب الأمور لصالحكم. الثلاثة والأربعة القمر موجود ببرج القوس يومين كاملين، مسألة كتير كتير مهمة وجود القمر ببرج القوس ببرجكم، لأنه بيعطيكم نوع من إذن permission أو ضوء أخضر لحتى تنطلقوا بعملكم بفكرتكم بهالمسألة اللي حابين إنكم تكملوها أو تباشروا فيها، المبادرة اللي حابين تتجرأوا وتشتغلوا عليها تزبط وبتنطلقوا فيها. كثير من مواليد برج القوس في عندهم اهتمامات أو رغبة ببدء شيء جديد ببيتهم بحياتهم الشخصية، يمكن بدهم يتزوجوا، يمكن عم بيفكروا جديا بتحسين أمورهم وأحوالهم الشخصية، يمكن يكون في عندهم رغبة إنهم يشتروا عقار، يسافروا، يستتبوا. في أفكار مهمة جدا و very serious عند الكثير من مواليد برج القوس، في تقدم وفي انفراجات على مد عينكم والنظر على مختلف الأصعدة وبغض النظر عن عمركم، المتزوج غير متزوج، الأولاد، الأطفال، هنالك انفراجات كتير حلوة ونجاحكم تقريبا مضمون وبتوصلكم الأخبار اللي أنتم ناطرينها على أحر من جمر. الخميس، الجمعة والسبت عم ننتقل، الخميس يلي هو آخر يوم شهر شباط فبراير عم ننتقل منه لشهر جديد لشهر أدار مارس يلي هو شهر متقلب وبحاجة إلى دراية منكم واهتمام. الخميس، الجمعة والسبت القمر موجود ببرج الجدي، بالنسبة لألكم بيت المال، بيت الثروات، وأيضا بيت المصاريف وبيت المكاسب والأرباح، لأن الشمس موجودة ببرج البايسيس الحوت يعني البيت الرابع، ففي احتمال أنه مصاريفكم العلاقة ببيتكم، مصاريفكم العلاقة بأحد أولادكم، مصاريفكم العلاقة بمنزلكم، ترتيبات، مشتريات، مقتنيات، تظبيط، ترتيب، كل هالأمور هاي يمكن تهتموا بحالكم، يمكن أنتوا كمان بحاجة إلى دعم العائلة أيضا. فمثل ما شايفين هالثلاث أيام، خميس الجمعة والسبت، هن في أخذ وعطاء، في اهتمامات بأموركم الخاصة، كتير في خصوصية بهيدي الثلاث أيام، ويمكن تتضايقوا من أشخاص بيدخلوا بتفاصيل حياتكم وأموركم الخاصة، فانتبهوا لهيدي النقطة. الأحد 3 أدار مارس القمر موجود ببرج الدلو، هون في انفراج، في راحة، في تنهد وتنفس للسعداء عن مواليد برج القوس، بحسوا حالهم منطلقين، بحسوا حالهم غير مقيدين، وبحسوا حالهم أنه قادرين أنه يروحوا على آخر الدنيا وما حدا بيقول لهم وينكم، وكأنهم بيتحرروا من الضغوط والقيود الاجتماعية والعائلية والمالية أيضا. أحلى شيء بهيدا اليوم يعني الأحد 3 أدار مارس أنه في عندكم قدرة لحتى تستفهموا، تستوعبوا، تحكوا وتنظموا أوقاتكم وحتى مشروعكم والاتجاه اللي أنتم رايحين عليه.
يوم ممتاز للحوار، للجدال، للنقاش ولتقديم الامتحانات. فإذا عندكم لقاءات وهيك إشياء ما تهربوا منها، بالعكس عندكم ريفلكس كتير قوي وعندكم أفكار ذكية جدا. مثل ما قال بالبداية، كوكب المشتري موجود ببرجكم هيدي السنة، وبهيدا الأسبوع التأثيرات الحلوة الثمينة القوية جدا الممتازة بتطال مواليد 13 14 و15 ديسمبر. تابعوا أبراجي اليومية على اليوتيوب، وبطلب منكم رجاء الاشتراك وتكبسوا أيضا الجرس لحتى توصلكم كل النوتيفيكيشنز. ودعكم، باي باي.